أهلا وسهلا بقناة Skill Learn. أنا فادي الشلبي، أعمل كمدير تنفيذي لمؤسسة اليونيفرسيتي التعليمية في مدينة برلين في ألمانيا، وبيسعدني كثير خبركم عن إطلاقي لقناة جديدة، قناة Skill Learn، اللي بحكي فيها عن تطبيقات للأشياء اللي أنا بهتم فيها مثل التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي وزيادة الإنتاجية. ومن خلال هذه القناة رح أقدم فيديوهات فيها شروحات عن هذه التطبيقات، أفضل الطرق لاستخدامها، كيف فينا نستخدمها لنعمل تحول رقمي بحياتنا الشخصية وبالأعمال اللي احنا بنعملها، بحيث أنه نزيد كفاءة العمل وسرعة الإنتاجية عنا، وخاصة أنه الإنتاجية هذه الأيام صارت واحدة من أكثر التحديات اللي بنواجهها. القناة أيضا رح تحوي نصائح العلاقة بالحياة الصحية والرياضة وتحقيق الأهداف، وكيف التعامل مع هذه الأمور، وكيف أيضا استخدام التطبيقات المتواجدة على الإنترنت لمساعدتنا بتحقيق هذه الأشياء. وللأشخاص أيضا اللي عندهم أطفال رح يكون في مجموعة من الفيديوهات بتحكي عن تقوية علاقتنا بأطفالنا، وكيف نساعدهم ونعلمهم أهم المهارات اللي بيحتاجوها بعصرنا الحالي ليكونوا جاهزين للتحديات اللي ناطرتهم بالمستقبل. وبمناسبة إطلاق هذه القناة، فخلال الأيام العشر القادمة رح يكون كل يوم في نشر لفيديو جديد، نتمنى أنه ينال إعجابكم. إذا كان أي من الأفكار اللي أنا طرحتها رح أحكي عنها في القناة بهمكم، فياريت تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات مشان يصلكم هذه الفيديوهات، تكونوا أول من بيعرف فيها. إلى اللقاء في الفيديوهات القادمة.